wheelchair design تصميم كرسي المعوقين. تتألف هذه السلسلة من عدة فيديوهات لرسم مكونات الكرسي، ويوضح هذا الفيديو فك وتجميع مكونات الكرسي المطلوب تصميمه، ويوضح فيديو التجميع تتالي العمليات. أولاً، تصميم الدولاب الخلفي. نختار المستوي فرونت بلين، ونرسم دائرة مركزها مبدأ الأحداثيات، وقطرها 44.95 مليمتر. نختار إكسترويد باس ميد بلين، المسافة 76.4 مليمتر، فنحصل على المحور. نختار المستوي فرونت بلين، ونرسم دائرة قطرها 609.6 مليمتر. نختار إكسترويد باس ميد بلين، المسافة 1.524 مليمتر. على نفس المستوي نرسم دائرة مطابقة للدائرة الكبيرة، ودائرة قطرها أصغر ب 25.4 مليمتر. نختار إكسترويد باس ميد بلين، المسافة 25.4 مليمتر. نختار سطح الدائرة الداخلية ونرسم عليه خط منقط شاقولي وخط يميل عليه بزاوية 45 درجة. نرسم خطين موازيين لهما، ودائرة قطرها أصغر من الدائرة الخارجية ب 50.4 مليمتر. يتقاطع الخطان بقوس، ويتقاطعان مع الدائرة بقوسين. ونضع الأبعاد.
نقص الخطوط الزائدة ثم نغلق سكيتش. نختار اكسترويد كات ثرو اول. ننشئ مستوي بلين 1 موازي للمستوي توب بلين ويبعد عنه 289.94 مليمتر. نرسم على توب بلين مستطيل مركزه مبدأ الأحداثيات. للدولاب. نختار ريفولفد باس ثم الدائرة ثم المحور. نكسر حافتي الدولاب بقوسين R 6.35 مليمتر بواسطة التعليمة فيليت، وبالتالي نحصل على الدولاب المطلوب.
نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة.